السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابل ونحل، القناة التعليمية. عندما نقوم بأخذ العسل من النحل أو عندما نسرق العسل من النحل، هل صحيح أن النحل يصاب بصدمة؟ وكيف نتفادى هذه الصدمة إذا كان الموضوع صحيح؟ إصابة النحل بصدمة عند سرقة المخزون، كيف نتعامل في مثل هذه الحالات؟ محاضرة قيمة لتساؤلنا يجيب عليه الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي خالد. هي العملية مش قضية إنه يعني بيصير في صدمة، ولكن لابد لا شك إنه راح يصير في النحل عملية إرباك، حتى يعني الكشف المتكرر بيعمل إرباك عند النحل، مش بس عملية جني العسل. إجمالا يعني نحن بنقول إنه النحل يعمل أو يؤثر على النشاط، النحل وعمل النحل يتأثر بعاملين، العامل الأول اللي هو العامل الداخلي والعامل الخارجي. فالعامل الداخلي بيكون يعني كمية الحضانة الموجودة فيه وكمية التغذية الموجودة عند هذه الحضانة. فإذا مثلا كان في عنده كمية حضانة كبيرة وفي تغذية، في يعني كميات كبيرة من العسل في الخلية وحبوب اللقاح، هنا الملكة بتضل نشيطة. لكن هذا النشاط أخي الكريم والكلام للجميع، هذا النشاط، النشاط الملكي نشاط برضو لا يكون طوال السنة. فإذا مثلا احنا وهذا الكلام حكيناه سابقا، إذا راقبنا عملية البيض الملكات اللي حنلاحظ انه من بداية عملية التنشيط او الانطلاقة الربيعية تبدأ الملكة في وضع البيض بشكل بعدد متزايد. يعني بمعنى انه لو بدأت الملكة في وضع 500 بيضة في اليوم، فممكن يعني بعد اسبوع او 12 يوم توصل مثلا الى 1500 2000 بيضة، بعدها ممكن توصل إلى 2500 بيضة وهكذا إلى أن تصل إلى الحد الأقصى في نشاطها في وضع البيض. ربما تستمر في النشاط القمة في قمة وضع البيض مثلا لمدة أسبوع، بعدها سيبدأ في البيض في التراجع. يعني ما بتضل هي في قمة نشاطها لأشهر طويلة، حتى وإن كانت المراعي جيدة وإن كانت درجات الحرارة جيدة، إلا أنه يعني وتيرة البيض رايحة تنخفض. فمثلا لو قلنا أنه الملكات النشطة وصلت إلى أنها تبيض في قمة نشاطها إلى 3000 بيضة، ممكن يعني هذا الكلام يستمر معها أسبوع، ممكن يستمر معها 12 يوم حسب سلالة الملكة وجودة الملكة، ثم يبدأ التراجع هذا التدريجي زي ما أنه كانت الانطلاقة تدريجية. فهنا يعني بنقول أنه هذا النشاط وهذا الكلام تقريبا سنوي، مش موسمي، كل سنة هيك بصير في عند في الملكات. نيجي للب السؤال، انه هل النحل يشعر بصدمة او يشعر في ارباك بعد جني العسل؟ يعني لا شك الا يصير في ان ارباك في عمل النحل. يعني النحل اشتغل وتعب وخزن هذا العسل حتى انه يعني يستهلكه في فصل الصيف والخريف والشتاء فيما بعد، فجأة ما وجد هذا العسل. يعني كأنه النحل بشوف أو يشعر أنه هذا التعب اللي تعبه كلياته راح على الفاضي، فانتهى كل جمع العسل له انتهى. وبالتالي يعني الظروف الداخلية للنحل اتغيرت، صار في عنده
مثلا نسبة حضانة عالية وفي عنده حبوب لقاح، لكن التغذية اللي هي العسل اللي هو غذائه طبعا الرئيسي للنحل اختفى من عنده مرة واحدة. إذا لابد هنا من إنه النحل بده يعيد حساباته. هاي كيف بده يعيد حساباته؟ يعني صار المخزون قليل، المخزون من العسل قليل، لذلك بده هو يخفف في هذه الحالة، بده يسكر على الملكة ويضغط عليها اللي هو احنا بنسميه بلوكاج على الحضنة. ف بده بيبدأ في عملية قتل الذكور أولا، ثم بيبدأ التضييق على الملكة وما بيسمح لها تبيض، حتى إنه يخفف من المصروف، لأن المصروف هو كان عنده مخزون عالي جدا، لكن هسه المخزون صار قليل جدا. فشو بده يسوي؟ بده يخفف المصروف. كيف بده يخفف المصروف؟ بده يخفف من اللي بياكل، المستهلك الأكبر من هذا العسل اللي هو الحضنة، بده يخفف منها. لذلك بنشوف إنه ما بين الموسم والموسم صار في عنا تراجع في نسبة البيض عند النحل. ما طبعا هذا التراجع ربما يستمر إلى أسبوعين 3 شهر، لكن مع بداية الموسم التالي، إذا اللي عنده أكثر من موسم، مع بداية الموسم التالي مباشرة النحل بيفتح للملكة، بيرفع العسل ما يسمى الهلال العسلي، بيجمع العسل كله في الجزء العلوي من الإطارات، وبيفتح للملكة بأنها تبيض بشكل كبير، لأنه في هذه الحالة صار في عنده إيراد قوي جدا، صار يدخل رحيق أكبر من الاستهلاك اللي عنده، فبينشط تعود الملكة إلى النشاط مرة ثانية، والنحل بيفتح البراويز. يعني يمكن كلكم بتلاحظوها إنه النحل بصير يعني العيون السداسية اللي فيها عسل بصير يجمعها كلياتها في منطقة معينة، هي المنطقة العلوية من الإطار، وبيسمح للملكة إنها تبيض بأعداد كبيرة. إذا يعني بنستخلص إنه ما بين الموسم والموسم لابد إلا يصير في عملية تراجع قليل في نشاط الملكة في وضع البيض، وربما النحل يتخلص من عدد كبير جدا من الذكور. بالجني الأخيرة أو بالقطف الأخيرة من العسل، وبعد الجني الأخيرة من العسل، نشوف إنه النحل عمل مجازر في الذكور، لأنه بتكون المراعي ضعفت على الآخر، انتهت المراعي، ما ظل في مجال للنحل يجيب حبوب، يجيب رحيق، فبيعدم الذكور كلها، وبتتراجع الملكة بشكل ملحوظ في وضع البيض. لذلك احنا يعني بنعمل عملية تعويض في الجني الأخيرة، بنعمل عملية تعويض عن العسل اللي احنا أخذناه واللي حرمنا النحل منه، ونقدم له تغذية سكرية، تغذية مكثفة، يعني بنقدم له تغذية مكثفة، يعني لو غذيناه على 2 أو 3 بكل مرة، لترين من التغذية بتكون 1 إلى 1.5، حتى النحل يرجع ويطمئن انه المخزون الغذائي هذا رجع منه شيء، ويعني الملكة تستمر في وضع البيض الى حد معين. يعني هذا اذا كان في عندنا فترة طويلة، كله يعني ما بين الموسم والموسم، وكان مثلا ما في عندنا أشجار مزهرة ولو كانت قليلة، وتكون هذه الأشجار رحيقية أو النباتات رحيقية، مش راح يتأثر كثير النحل، ولا راح يصير في عنده هاي الصدمة، ولا راح يصير في عنده هذا الإرباك. لكن إذا كانت الفترة طويلة، يعني لنفترض إنه في منطقة طول كرم على سبيل المثال، وهاي اللي أنا يعني خلينا نقول بعرفها وبعرف كيف طبيعتها، انه النحال نزل نحله على الحمضيات في المناطق اللي فيها حمضيات، وانتهى موسم الحمضيات بينتهي في بداية شهر 4، الى ان يأتي شهر يعني بعد 15/5، يعني بيكون النحل يعني مر عليه شهر على الاقل، تنقطع فيها في هذه الحالة الازهار
الرحيقية، وخصوصا في منطقة الساحل، يعني بعد موسم الحمضيات في منطقة الساحل النحل لا يجني بشكل جيد، وهذا ما لاحظته يعني أنا من إنه يعني من نقل النحل على منطقة الساحل. بعد إذا طلع النحل على الجبل وبكون لا زال فيه أزهار في الجبل وفيها أزهار رحيقية، هنا النحل لا يتأثر. أما إذا بقي في المنطقة الساحلية لا، راح يتأثر، خصوصا إذا ما في مزروعات نباتات أو خلينا نقول أشجار رحيقية بتكون قليلة جدا في منطقة الساحل، في منطقتنا يعني طول كلام ما بدي أعمم على كل الساحل، راح يتأثر كثير في هذه الحالة، وربما نلاحظ تراجع في عدد النحل وتراجع في كمية البيض. وحتى نلخص كل الكلام اللي حكينا فيه، إنه في عندنا عاملين، عامل داخلي وعامل خارجي. فإذا كان هذا العامل الخارجي اللي هو المراعي جيدة، درجات الحرارة مناسبة، درجة الرطوبة مناسبة، المياه موجودة في منطقة مثلا قريبة للنحل، مش راح تحس إن أنت كنحال إنه النحل تأثر في عملية جني النحل. لكن إذا كان بعد عملية جني النحل، إذا كانت المراعي مثلا فقيرة، درجات الحرارة أجت درجات حرارة عالية، أجت رياح شديدة، ربما مثلا نقول أمطار، ربما مصدر الماء مثلا من عند هذا النحل اختفى، يعني بتصير أنت في هذه الحالة في كنحال بتلاحظ إنه النحل عندك مصاب بإرباك، ممكن يصير شرس، ممكن يتكاسل بالسروح، وربما يعني مش شرط يتكاسل، ربما النحل يضطر إلى قطع مسافات طويلة حتى إنه يحصل على كمية رحيق بدل النحال أخذها، وبالتالي هذه المسافات الطويلة قد تؤثر على طول عمر الشغالات، ويعني السروح الطويل بقصر من عمر الشغالات. لذلك مثلا كان حال ممكن عندك انت تلاحظ في صار في خلل او في صار في تخلخل بالكثافة النحلية. وبما انه النحل برضو بقتل كثير من الذكور، برضو راح تلاحظ انه في انخفاض في الكثافة النحلية. هذا ما لدي والله اعلم.